وزير الدفاع أستراليا أعلن أيضاً أنه التقى نظيره الصيني حيث ناقشا خلال اللقاء المواجهة العسكرية التي حدثت بين القوتين الجويتين في بحر الصين الجنوبي، وهي المناورة الخطيرة التي أوقفت خلالها مقاتلات صينية طائرة مراقبة أسترالية. الموقع الذي جرت فيه المناورة في البحر غير محدد بشكل دقيق، ويرجح الخبراء أنه وقع فوق جزيرة اصطناعية للصين في البحر. وتقول أستراليا إنه أثناء تحليق طائرة استطلاع من طراز P-8 خلال مهمة روتينية تعرضت المهمة لما هو غير متوقع. حلقت مقاتلة صينية من طراز J-16 بالقرب من جانب الطائرة الأسترالية، ثم أطلقت مشاعل. بعد ذلك أطلقت حزمة من رقائق المعادن عبارة عن قطع صغيرة من الألومنيوم، دخل بعضها في محرك الطائرة الأسترالية. بعد ذلك قطعت المقاتلة الصينية طريق طائرة أستراليا بالتحليق أمامها، ما أجبرها على تغيير مسارها. لتصف أستراليا المناورة بالخطيرة جدا، ولكن الآن يبدو أن الأمور تذهب إلى انفراجها.